ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة. مجلس الأمن هيعقد جلسة إحاطة بشأن الغارة الإسرائيلية اللي استهدفت مدرسة التابعين في غزة ويناقش الحالة في الشرق الأوسط. النهاردة هتعقد بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 لوت سيارات ولوت مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي. وعلاوة على ما سبق هيتم عرض السيارات اللي هيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، وهي سيارات ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة. النهارده لعشاق الكرة المصرية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة. هيلتقي البنك الأهلي مع فاركو في تمام الساعة 9 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي كل من الجونة مع بلدية المحلة والإسماعيلي مع المقاولون.